وقعت وزارة المياه والري والسفارة الأمريكية في عمان اليوم اتفاقية لتمديد شبكات جديدة وصيانة خطوط ناقلة لشركة مياهنا بكلفة 30 مليون دولار أمريكي. وقال وزير المياه والري حازم الناصر إن الاتفاقية تهدف إلى تخفيض الفاقد المائي الناجم عن تسرب واهتراء الشبكات، مشيرا إلى تعاون الحكومة مع الدول المانحة والصديقة لتحسين قطاع المياه في مجال الصرف الصحي ومعالجة الاختلالات في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في ظل نزوح اللاجئين السوريين، إضافة لزيادة الطلب والاستخدام المائي. من جهتها أكدت السفيرة الأمريكية في عمان أليس ويلز أن الاتفاقية ستمكن شركة مياهنا في المرحلة الأولى من تنفيذ مشروعات بكلفة 1,300,000 دولار تتضمن تزويدها بتقنيات للكشف عن التسرب واستبدال ما يزيد عن 80,000 عداد منزلي من مشتركي عمان لتحسين الفوترة وزيادة العوائد وتمكين الشركة من الاستثمار في تقديم تحسينات إضافية في منطقة عمان الكبرى وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمشتركين. هذه الاتفاقية هي جزء من الاتفاقيات بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم قطاعات محددة بعينها، ومن هذه القطاعات قطاع المياه. هذه الاتفاقية أيضا هي جزء من برنامج كبير ما بين الوكالة الأمريكية للماء الدولي ووزارة المياه والري، تتمثل بخفض فاقد المياه وزيادة مصادر المياه وبناء عدد كبير من محطات الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة مثل جرش والطفيلي والمفرق ومحطة الخرب السمراء وغيرها. هذه الاتفاقية معنية اليوم بخفض الفاقد في محافظة العاصمة بشكل عام. كلفة هذه الاتفاقية حوالي 30 مليون دولار قدمت كمنحة من الولايات المتحدة الأمريكية لشركة مياه هنا. سيبدأ العمل خلال الأشهر القادمة على هذه الاتفاقية وتستمر من 3 إلى 5 سنوات بهدف تخفيض الفاقد وإحكام السيطرة على مصادر المياه في محافظة العاصمة من حيث تقليل المياه المهدورة والاستفادة منها لأغراض الشرب إن شاء الله.